السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. اليوم إخواني الكرام سنتكلم عن آخر تسريبات وإشاعات عن سلسلة آيفون أب. وقبل أن نبدأ لا تنسوا دعم الفيديو بلايك إذا أعجبكم واشترك إذا كنت مهتم بمثل هذه الفيديوهات، ولا تنسى تفعيل زر الجرس يصلك منا كل جديد. ونبدأ على بركة الله. في الأسابيع القادمة إن شاء الله ستنزل سلسلة آيفون 14، وهناك تسريبات وإشاعات كثيرة عن هذه السلسلة سأذكرها لكم بشكل ملخص في هذا الفيديو. وأول شيء سنتكلم عليه هو التصميم الخارجي لسلسلة آيفون 14. بالنسبة لآيفون 14 برو والآيفون 14 برو ماكس، الفتحات العلوية ستأتي بشكل مختلف تماما على الآيفون 13 كما تشاهدون أمامكم. سيأتي بفتحتان، الفتحة الأولى للكاميرا والفتحة الثانية للفايس آيدي أو بصمة الوجه. أما بالنسبة لآيفون 14 وآيفون 14 ماكس سيأتي بنفس الفتحات الأمامية للإصدار الحالي من آيفون 13 كما تشاهدون أمامكم. الآن الكثير منكم يتساءل عن ما هو الفرق بين الآيفون 14 ماكس والآيفون 14 برو ماكس. سأقول لكم بأن آيفون 14 ماكس هو بديل آيفون ميني في هذه السلسلة، وهذا لأن شركة أبل قررت توقيف سلسلة آيفون ميني، لأن سلسلة آيفون ميني 12 والآيفون ميني 13 لم يحققوا مبيعات جيدة لشركة أبل بسبب مشاكل في ضعف البطارية ومشاكل أخرى تقنية، ولذلك قررت وقف هذه السلسلة وتعويضها بسلسلة بديلة وجاءت بسلسلة آيفون 14 ماكس. ومن المؤكد إخواني أن آيفون 14 ماكس سيأتي بنفس حجم آيفون 14 برو ماكس، مع اختلافات مثل العدسة الخلفية. بالنسبة لآيفون 14 ماكس سيأتي بعدستين من الخلف مقارنة بالآيفون 14 برو ماكس سيأتي بثلاث عدسات، وكذلك اختلاف في الشاشة لن تدعم البروموشن، يعني الشاشة ستدعم 60 فريم في الثانية مقارنة بالآيفون 14 برو ماكس ستدعم 120 فريم في الثانية. أما فيما يخص السعر إخواني الكرام سيبدأ من 899 دولار مقارنة ب 1099 دولار للآيفون 14 برو ماكس. أما بالنسبة للكاميرا الخلفية إخواني الكرام لسلسلة الآيفون 14 العادية والآيفون 14 برو، ستكون العدسة الخلفية بقوة 48 ميجا بيكسل مقارنة ب 12 ميجا بيكسل في سلسلة آيفون 13 الحالية، وهذا يعني بأن العدسة الجديدة ستساعد بأخذ صور ومقاطع فيديو بدقة وجودة عالية جدا. فكما نعلم بأن كاميرا الآيفون هي من أحسن كاميرات الموجودة حاليا للهواتف بالدقة وصفاوة يعني جيدة. والعدسة الجديدة إخواني الكرام لسلسلة آيفون 14 تساعد شركة أبل في احتلال المرتبة الأولى في عالم التصوير من ناحية الهواتف. كما أن هناك إخواني الكرام تسريبات مؤكدة بأن الكاميرا الأمامية والعدسة الأمامية في سلسلة آيفون 14 ستكون جديدة كليا، وستكون الإضاءة فيها عالية الجودة مما يساعد على أخذ صور جميلة جدا واحترافية بالكاميرا الأمامية، وأيضا تصوير فيديوهات بدقة وجودة عالية جدا مقارنة بالسلسلة السابقة آيفون 13. كما أن هناك أخبار وتسريبات مؤكدة بأن الكاميرا الأمامية والعدسة الأمامية في سلسلة آيفون 14 ستكون جديدة كليا، وستكون الإضاءة فيها عالية الجودة مما يساعد على أخذ صور جميلة جدا بالكاميرا الأمامية، وأيضا تصوير فيديوهات احترافية بدقة وجودة عالية جدا مقارنة بالسلسلة السابقة للآيفون 13 الحالي. وهناك أيضا أخبار مؤكدة تقول بأن آيفون 14 البرو والآيفون 14 البرو ماكس سيحتوون على معالج جديد كليا الـ A16 Bionic مقارنة بالآيفون 14 والآيفون 14 ماكس الذين سيحتوون على المعالج E15 المتوفر في السلسلة الحالية من الآيفون 13. طبعا هذه تسريبات مؤكدة، لكن بالنسبة لإخواني الكرام لا أتوقع ذلك، خاصة
وأن شركة أبل عودتنا دائما بإصدار آخر آيفون مع أحدث معالج، سواء في الفئة العادية أو فئة البرو. طبعا الفرق بين المعالج A16 سيكون بالسرعة مقارنة بالمعالج A15. قبل أن نذهب إلى آخر تسريبات، إذا كانت مثل هذه الفيديوهات إخواني الكرام تعجبكم فأكتبوا لنا في التعليقات. أما بالنسبة لحجم التخزين إخواني الكرام، بالنسبة لآيفون 14 برو والبرو ماكس ستصل مساحة التخزين إلى 2 تيرا بايت بدلا من 1 تيرا بايت المتوفر حاليا في الآيفون 13 برو والآيفون 13 برو ماكس. وآخر الأخبار إخواني الكرام المؤكدة تقول أن بإمكانك في سلسلة آيفون 14 الاتصال بالأقمار الاصطناعية في حالة الطوارئ. طبعا الاتصال سيشتغل تلقائيا في حالة عدم وجود شبكة حتى وإن لم يكن لديك شريحة بيانات. طبعا هذه الخدمة ستساهم في إنقاذ الكثيرين من أخطار كثيرة، وستكون هذه الميزة من أفضل المميزات التي حدثت في تاريخ إصدار الآيفون. وهناك أيضا تسريبات غير مؤكدة تقول بأن آيفون 14 أو آيفونات 14 لن تدعم الشاحن اللاسلكي، وهذا يعني لا يمكننا استخدام آيفون 14 كباور بانك مقارنة بهاتف آيفون 13 الحالي. أما بالنسبة للألوان، جاءت النسخة الجديدة بإضافة لون جديد، اللون البنفسجي واللون الذهبي النحاسي الجميل. وهذه الألوان أضيفت فقط لهاتف آيفون 14 برو ولهاتف آيفون 14 برو ماكس. وصلنا إلى نهاية الفيديو إخواني الكرام، أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كحفز لنا لنستمر في النشر المزيد إن شاء الله. إذا كانت هذه مثل هذه الفيديوهات تعجبكم فاكتبوا لنا في التعليقات. إذا كنت أول مرة تزور القناة ندعوك للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك أسفل القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصل بكل جديد فيديوهاتنا وشرحاتنا في المستقبل إن شاء الله. أعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.